عقوبة سجن مدتها 20 عاماً في انتظار الروسية الأمريكية كيسينيا كافانا بعدما وجهت إليها تهمة الخيانة العظمى لروسيا. ما القصة؟ كافانا هي سيدة روسية المنشأ وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولها على جنسيتها. اعتقلتها السلطات الروسية بتهمة خيانة وطنها الأول إثر تبرعها بنحو $50 إلى جمعية خيرية أوكرانية في فبراير 2022، وهو الشهر الذي بدأت فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن هذه السيدة قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً بتهمة الخيانة العظمى لتقديمها مساعدات مالية إلى ممثلي دولة أجنبية لدعم أنشطة موجهة ضد أمن الاتحاد الروسي. هذا إلى جانب زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن كافانا شاركت في مسيرات شعبية لدعم كييف في أثناء وجودها بالولايات المتحدة.